يكمل ابن الأثير ذكر فتح مدينة عكا لما فرغ صلاح الدين من طبرية وسار عنها يوم الثلاثاء ووصل إلى عكا يوم الأربعاء ودخل المسلمون إليها يوم الجمعة مستهل جمادة الأولى صلوا بها الجمعة في جامع كان للمسلمين قديمة ثم جعله الفرنج بيعة ثم جعله صلاح الدين جامعة وهذه الجمعه اول جمعه اقيمت بالساحل الشامي بعد ان ملكه الفرنج. وسلم البلد الى ولده الافضل واعطى جميع ما كان فيه للداويه من اقطاع وضياع وغير ذلك، هذا الذي كان للداويه من اقطاع وضياع وغير ذلك الى من اعطاها؟ اعطاها للفقيه عيسى. اقول فقيه كفقهاء اليوم برجوازيه وراسماليه وقارونيه فكيف تؤخذ من مثل هؤلاء الاحكام والاحاديث والروايات والوقائع والاحداث يقول اعطاه جميع ما كان فيه للداويه من اقطاع وضياع وغير ذلك وهو فقيه ماذا يفعل بها يكمل ابن الاثير ذكر فتح عدة حصون في مدة مقام صلاح الدين بعكا تفرق عسكره الى الناصره وقيساريه وحيفا الى ان يقول وسير حسام الدين عمر بن لاجين في عسكر الى نابلس فاتى سبسطيه فاتى سبسطيه وبها قبر زكريا فاخذه من ايدي النصارى وسلمه الى المسلمين فاتى سبسطيه وبها, وبها قبر زكريا عليه السلام فاخذه من ايدي النصارى وسلمه الى المسلمين اقول يا مارقه يا ابن تيميه يا خارجي هل صلاح الدين وقادته قبوريه عبدت قبور فقد اخذوا قبر زكريا عليه السلام من أيدي النصارى وسلموه إلى المسلمين فهل تحققوا من كونه هل هو فعلا قبر زكريا أو لا هذه أيضا من البدع التي تطرح عندما يهدمون قبر يقولون من قال هذا من قال هذا قبر الولي الفلاني او العالم الفلاني او النبي الفلاني فينبش القمر القبر ويهتك حرمه القبر. لم يسال صلاح الدين ولا باقي القاده الايوبيين عن هذه القضيه وعن قبر زكريا وصحه هل نسبه هذا القبر لزكريا او لا اقول فهل تحققوا من كونه هل هو فعلا قبر زكريا او لا ولماذا لم يهدموه وينتهكوا حرمته